السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم بيتكوين. فيديو جديد وسريع هتكلم فيه عن البيتكوين وعن خطر على منصة باينانس. قبل ما نبلش فيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم البيانات الرقمية. لا تنسى تنضم لقناة على تليجرام، هترك لك الرابط أسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا أصدقائي إلى بعد الأنترو. طبعا اصدقائي، تصريحات خطيرة اليوم من جون ريد ستارك، هو عضو المكتب السابق او رئيس مكتب الانفاذ الانترنت في لجنة الاوراق المالية او بما يعرف بالاس اي سي. اعلن جون انه منصة باينانس حافظت على ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الاموال وعالجت اكثر من 10 مليار دولار للمدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى الى التهرب من العقوبات الامريكية، طبعا وتآمر على التهرب من المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف انه في مشاكل بين سيزي باينانس والولايات المتحدة الأمريكية، لهيك حاليا مكتب الاس اي سي عم يهاجم منصة باينانس، واليوم منصة باينانس اغلقت عمليات السحب لبعض الحسابات، وهذا الشيء سماه رئيس منصة باينانس انه هو سلوك السوق فقط. وكمان عندي تغريدة تانية لنفس الشخص اللي هو جون ريد ستارك، مثل ما تكلمنا انه هو عضو رئيس مكتب الانفاذ في الاس اي سي، طبعا عمل في هذا المكتب تقريبا 18 عام. قال لا يتناول تقرير اثبات الاحتياطي الخاص بمنصة باينانس فعالية الضوابط المالية الداخلية، ولا يعبر عن رأي او استنتاج وتأكيد ولا يضمن الارقام، وقال ان عملت في الاس اي سي لاكثر من 18 عام، هذه هي الطريقة التي اعرف بها العلم الاحمر، لهيك تم وضع علامة حمراء على منصة باينانس على المنصة الرئيسية على منصة الأم. طبعا تم وضع علامة حمراء وقال أن إثبات الحصة الخاص بمنصة باينانس غير كافي وممكن يكون في تلاعب بإثبات الحصة أو ممكن يكون إثبات الحصة غير دقيق. شو بالنسبة للبيتكوين؟ طبعا بالأمس شكلنا نموذج الرأس والكتفين، عندي كتف أيسر وعندي الرأس وعندي كتف أيمن. طبعا أصدقائي وعندي هذا الخط هو خط عنق النموذج او عنق الرأس، طبعا في تحليل الفني له اكثر من اسم. طبعا هذا النموذج نموذج سلبي، نحن حاليا عند تريند، اي فقدان لهذا التريند او اي كسر لهذا التريند احنا نرجع نختبر منطقة 16800، وكسرنا لهذه المنطقة تلقائيا راح يودينا لمنطقة التجميع السابقة او منطقة الدعوم السابقة، هي عند منطقة ما بين 16000 الى 16500. طبعا هذا نموذج سلبي وبياخذنا تقريبا الى منطقة 16000 دولار. طبعا بيفشل هذا النموذج اذا اقفلنا شمعة 4 ساعات اعلى منطقة 17100. طبعا هدفنا في حال الاغلاق اعلى 17100 هو 17600. اصدقائي وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.